بسم الله الرحمن الرحيم. فأي فريق كيمشي لواحد التظاهرة إلا وكيمشي كيبغي يبصم البصمة ديالو تمايا، فالحظوظ ما حدنا حنا متأهلين لنهائيات كأس إفريقيا ديال 2017 إلا والحظوظ ديالنا كاينين كيف أي جميع الفرق. فالمهم من هادشي كامل هما الحظوظ، خصهم يتزيدوا يتأكدوا بالنتائج، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى النتائج يسيروا هاد الإرادة اللي بغينا المنتخب إن شاء الله يحقق نتائج إيجابية ويدير مسار كبير، ونتمنى بأن النتيجة هي تسير تمشي معنا في الطريق. إذا كان غادي نتأهلوا للربع النهائي فهي تكون في هذه العشر ولا 12 سنة الأخيرة، فتكون واحد اللي هي تكون واحد اللي هي حاجة اللي الأولى غادي نبداو بها. فكأس إفريقيا ملي كتلعب نهائيات كأس إفريقيا فأول حاجة خاصك تفكر فيها هو التأهل للدور الأول، من الدور الأول التأهل للدور الربع. فإن فوق تأهل دور الربع إلا كتولي كترسم على دور النصف النهائي، ملي كتلعب قبل المقابلة ديال النصف النهائي كترسم كتحاول توصل للنهائي.